هلا اذا الانسان خطا خطوه بالحياه بعدين اكتشف انه غلطان، انو افضل يستمر فيها ولا يتراجع؟ حسب الخطوه وحسب الغلط. ما فهمت. يعني اذا الخطوه كبيره شيء واذا الخطوه صغيره شيء، وفي فرق كمان بين الغلط الكبير وبين الغلط الصغير. انا عم بحكي عن زواجي. شو؟ انا وميس مختلفين بكل شيء، بالعادات، بالتصرفات، بالطباع، ما في شيء بنتفق عليه. يا روح يا حبيبي الله يرضى عليكي، بكفي. قعدنا ساعتين بالمكتب نتناقش وما وصلنا لنتيجة، وهي اجينا لهون صرنا شي ساعة ساعة ونص ونحن عم نحكي وما وصلنا لنتيجة، وأنا برأيي نقعد شهر نحكي بهذا الموضوع ما رح نوصل لنتيجة. طيب أنا شو ذنبي؟ أنت اللي اخترتني وأنت اللي جبرتني إني وافق، آخر شي هيك بكل بساطة بدك تزتني وكأني حشرة؟ عيب هذا الحكي روعة. شو حشرة بحشرة؟ عيب هذا الحكي، ما بيجوز. أنا ما هيك قصدي، أنا قصدي بكل بساطة نبعد شوي عن بعض بس فترة مؤقتة لحتى تهدى الأحوال بيني وبين إلهام. بس نحن مو هيك متفقين. للضرورات أحكام، الله يرضى عليك. ليك فؤاد، أنا رح أقول لك كلمة واحدة، عند الله ما بيضيع شيء، وأنت عم تظلمني كثير، وتذكر إنه هذا الظلم رح تدفع ثمنه لو بعد 100 سنة. روعان عم تهدديني؟ لا، بس عم ذكرك إنه الله أقوى منك، وعم ذكرك كمان إنك عم تظلمني وعم ترضي إلهام على حسابي وعم ترضي مصالحك كمان على حسابي، بس تذكر إنه الله رح ينتقم منك إذا مو هلأ بعدين. وشو قصدك من هذا الحكي؟ قصدي إنه ما رح تكمل معك، والله رح يعذبك مثل ما عذبتني. بركاتك يا حجة، ممكن نقوم نمشي لو سمحتي؟ لا أروح أنت، أحسن ما تشوفك إلهام وتتضايق. روعة خلصنا بقى. عن جد فؤاد، حابة أقعد لحالي، روح. ماشي.